أنا أود أن أعبر عن امتناني لشركائنا في تنظيم هذا اللقاء وفي مقدمتهم وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. إن تنظيم هذا اللقاء يأتي في سياق مواكبة التطور الذي تعرفه الرياضة في بلادنا ويهدف إلى رفع من درجة الاهتمام مجلس الجهات بشؤون الرياضة. ولذلك فنحن أمام مسؤولية ثقيلة تلزمنا الاستثمار في الشأن الرياضي من أجل نشر القيم الأخلاقية النبيلة. ونحن ننظم هذه المناظرة نضع نصب عيننا السير على النهج الذي اختاره مجلس الجهة انسجاما مع روح الدستور ومع مضامين قانون التنظيم للجهات ومع البرنامج التنموي الجهوي. شكرا. أولا كنشكر كل الطاقم الصحفي اللي متواجد معنا اليوم في هذه المناظرة الجهوية حول قطاع الرياضة. كما كتعرفوا من قانون الاختصاصات ديال الجهة وهي قطاع الرياضة، فاليوم جينا باش نلمسوا مع مقاربة تشاركية مع كل الإخوان اللي كيتدخلوا أو المتدخلين في قطاع الرياضة من المجتمع المدني مع رؤساء جامعات رياضية، كذلك من الفرق الرياضية، من المسيرين، كل من جانب ديالو باش نحاولوا كيفاش نفعلوا هذا القطاع وكيفاش يمكن أهلوا القطاع الرياضة داخل هذه الجهة طنجة تطوع الحسيمة. فجوج الورشات ارتأى مجلس الجهة باش يتحدث عليهم ويفتح نقاش فيهم. أول حاجة هو الأولية هي ورشة حول البنية التحتية ديال اللي خص اللي كاينة كتزهر بها، يعني اليوم خصنا واحد الجرد ديال البنية التحتية اللي متواجدة داخل مجلس الجهة، وكذلك كيفاش يمكن تحسين هذه البنية التحتية. فهذو من بعد الخلاصات اللي يمكن تكون تعطينا الورشة الأولى. كذلك الورشة الثانية كتعرفوا بأن اليوم مجلس الجهة يساهم قد الإمكانيات ديالو بالدعم ديال الفرق الرياضية. بغينا كيفاش يمكن نجودوا ونحسنوا وتكون هناك حكمة في دعم هذه الفرق الرياضية، ولا كيفاش يمكن يعني واحد رؤية واضحة في دعم هذه الفرق الرياضية. شكرا. ولا شك أنكم لا نصم الأطار البينة لتأهل بلادنا إلى نصف نهائي كأس العالم على مستوى تعزيز الإشعاع الدولي لبلادنا، وهذا ما ينبغي أن يدفعنا إلى التفكير في إيجاد النموذج الناجح الذي يتيح لنا النهوض برياضة النخبة والرياضة الجماعية. أنا جد مسرور، والمناظرة كانت ناجحة بكل المقاييس لأنه طرقت للموضوع اللي هو مهم، ألا وهو التكوين والبنية التحتية. لا بنية تحتية تكون بلا تكوين، ولا تكوين يكون بلا بنية تحتية. إذن الجهة مشكورة والأعضاء ديالها اللي طرقوا لهذا الموضوع. إن شاء الله غادي يكون عمل وغيكون توصيات داخل الورش باش نحدوا المواقع اللي يمكن يكون فيها الملاعب. إذا خصنا نصنعوا خصنا مدارس كروية، مي كنهضروا بحال هكا كنقولوا البنية التحتية، حنايا مختصين في البنية التحتية تكوين الأبطال. يعني عملنا ملعب في الشوان، عملنا ملعب في وزان، عملنا في قصر كبير، عملنا في تطوان جوج، عملنا في طنجة جوج، يا ربي 13 ملاعب اللي نالت النصيب ديالها منهم أكثر من جوج في تطوان. إذا نالت النصيب ديالو الجهات طنجة تطوان الحسيمة، مع العلم أنه احنا وصلنا 360 ملعب كخصها تكون عندها النصيب ديالها هو 10%، خصو يكون 36 ملعب من 13، يعني كان الفرق شاسع. فلهذا سمعتوني قبيلة لحيت عليها وقطعت المكالمة ديالي ودخلت وطلبت السيد الرئيس الجهة والسادة المنتخبون والسادة السلطات المحلية باش يدفروا الجهود ويوفروا الوعاء العقاري، والباقي كتعملوا الجامعة الملكية المغربية والسلطات المحلية والمنتخبة على توفير السور، توفير الحماية، توفير المرافق العمومية ألا وهي الفيستير، دكة الاحتياط. إذن هذا هو، هذو هما الملاعب اللي بغينا. إن شاء الله إلا مشينا غادي نوفروا واحد المجال اللي هو خصب وخصو يكون ضروري في كرة القدم، والقطاعات أخرى الرياضية نتمنى حتى هما يكونوا مزدهرين ويوفقهم ربي. هذه المناظرة الجهوية حول الرياضة اللي كتنظمها جهة طنجة تطوان الحسيمة هي بادرة طيبة صراحة، لأن القطاع الرياضي اليوم كيعيش واحد الصحوة كبيرة بفضل الرعاية السامية صاحب جلالة نسأل الله وأياده،
كاين هناك واحد مجموعه الاوراق اللي تفتحت على مستوى جميع الرياضات وخاصه كره القدم اللي كتجر كقاطره الرياضه المغربيه، خصوصا النتائج المحصل عليها في قطر نصف نهائي كاس العالم ماشي سهله. دونك اليوم اذا كانت الجهه واخده في الاعتبارات ديالها القطاع الرياضي فهو قطاع هام وكيضم واحد مجموعه ديال 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 مختلف الشرائح الاجتماعيه، نساء ورجال، شباب وشابات، من اليافعه كذلك. اذا هناك هذه المناظره هذه يمكننا انها في اطار الورشات ديالها تخرج بواحد مجموعه ديال التوصيات اللي غتكون نابعه من 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 من, من الافكار ديال الممارسين الرياضيين ديال مختلف الجامعات، وهاد الافكار هذه اللي يمكن لها تبلور في امر الواقع ويمكننا اننا نساهموا بها، يعني اصلاح ما يمكن اصلاحه، وكذلك جعل الرياضه هي واحد القاطره مهمه في المجتمعات الوطنيه. إذا الصورة في فريق المغرب الأقصى تعود إلى عام 1919 أول فريق في مدينة طنجة، وأيضا الكرة تعود إلى الحقبة ويعني قرن الزمن. فريق المغرب الأقصى كان فاز على فريق الرياض في عام 1947 هنا في مدينة طنجة. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.